نيجي للطبق التاني بتاعنا ونخلي ده نتغزل فيه كده قدام عينينا بشكله بخبرته الطهوية، ونعمل كفتة البطاطس بالبيض. هنعملها مع بعض ازاي؟ واحدة واحدة، احنا شغالين مع بعض. نحط لها شوية مية مغلية. مقادير كفتة البطاطس بالبيض على الشاشة. بطاطس مسلوقة بالقشرة بتاعتها، بعد ما بتتسلى بالقشرة بنعمل ايه؟ بنقشرها. ليه سلقتها بالقشرة يا مغازي؟ عشان نحافظ على النشويات اللي فيها والكربوهيدرات اللي موجودة فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، عنا بيض مسلوق. بيض مسلوق وبيض سليم هنحتاجه يعني. تعالوا نشوف هنعمل الكفتة ازاي مع بعض. هنجيب كسرولة زي دي كده، اللهم صل على النبي، ونحط فيها البطاطس، نكسرها كده تبرد البطاطس، نشيل القشرة بتاعتها ونكسرها كده. على فكرة أنا بحب الكفتة دي، أو على فكرة يعني أنا مش باكل البيض المسلوق للأمانة، سواء في أوبن بوفيه سواء في البيت، ما بحبش البيض المسلوق. وإذا صدفت يعني وجعان أوي كلت أكل البياض بس، ما باكلش الصفار من صغري. حلو؟ فأنا عايز آكل بيض، أقوم أدخله في بعض الأطباق بقى. بطاطس زي دي كده، سبانخ، لحمة مفرومة. كيلو بطاطس مثلا هنسلقه بالشكل ده كده. التكسيرة دي مطلوبة، ما تعملهاش بوريه، زي ما أنا شغال كده. مش عايز فلسفة. كسريها، تكسير يعني كده، بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ بس خلاص. معانا البيض. ونجيب السكينه الصغيره، فاكرينها اللي معانا من البدايه اهي. تعالي يا حلوه يا بيضه. وناخد البيض ده كده على كف ايدينا. اوعى تعوري ايدك. ونقطعه ونحطه كده. تاني والله فكره يا شيف. الاولاد عندي من صغرهم مفتومين على البيض، اول ما بقول لها انا عامله لك بيضه مسلوقه يا حبيبه ماما، مش هاكل بيض، انا مش عايزه بيض. ليه مش عايزه بيض؟ خلاص البنت خلاص مش عايزه تاكل بيض، والواد. فانت حطه له كمين كده في قلب كفته سبانخ، في قلب كفته بطاطس، مش هيحصل حاجه، خلي بالك. زي اللي مش بيحب السبانخ دخلها له مثلا في حشوات بيتزا بالسبانخ، كوردون بلو دخلي فيه السبانخ، بيف رول دخلي جواه سبانخ. شفت البيض هنا؟ زي الفل تمام. نبدا بقى نعمل التركايه بتاعت المغازي، او مدرسته بتقول ايه؟ انا ضد بصله نيه وتومه نيه في قلب الكفته، وخاصه لما تكون بطاطس مسلوقه او بنعمل كفته الحاجات فيها مستويه. اقوم اعمل ايه؟ بساوي البصلايه والتومه على النار، بشوحها في طاسه زي دي كده. حلو الكلام؟ بحط فيها معلقه سمنه صغيره، مش هحط زيت، بالشكل ده كده. واخد البصلايه الناعمه بتاعتي، ما بحطهاش نيه، لو حطيت البصلايه هنا نيه والتومه نيه دي مش مدرستي خالص، انا مش مسؤول عن الريحه اللي هتشميها. نحط البصلايه هنا. حلو. نحط الفص التوم هنا، ونبهر البصلايه والتومه دي، يديها شويه توابل. خلي بالك. سيبها على النار كده تاخد وقتها في السوا، ونشوف موضوع الطاجن ده كده. الكفته دي بقى لما نخش جواها موسوعه، فيها البقدونس، فيها البيض، فيها البروتين، فيها الزيتون الاخضر، كل ده هيخش جواها دلوقتي. فيها البهارات بتاعتنا الجميله زي ما انت عايزه. دي كزبره، اللهم صل على النبي. نحط شويه بابريكا. لا طاجن المكرونه ما تفكرش فيه خلاص، ده انا مأسسه صح. دي كلها على الكفته، اللهم صل على النبي. كفته كانت بها طبرت تبليها زي ما انت عايزه. فلفل اسود برضو الكفته، لو عايزينها سبايسي حطي فيها شويه شطه مفيش مشكله. الملح بتاعنا، خلي بالك انت سلق البطاطس بملح، تعملي كنترول في الملح هنا. الحاجات الصغيره دي مهمه جدا على فكره. ونقلب ده كده اهو. شويه بقدونس. الله، تعالي انت بقى اعملي ده كده وقولي للاولاد كله منه، مستحيل طبعا. فلما يلوق قرص دلوقتي مقلي
ومتحمر. هتحمر هتحمره ازاي وتليه يا شيف؟ اصبر على رزقك. لسه ما خلصتش انا التركايه بقى المهمه والتفاصيل جايه في الطريق. نقلب كل ده مع بعض. توابلنا مع البيض مع البطاطس مع شويه زيتون اخضر. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كل ده كفته. عينيه. هو ده الكلام بقى. دي تركايه بقى يا استاذه ريحان، دي تصبر على رزقك بقى عشان ناكل الحلو مسكر زي ما بيقولوا يعني. دي التركايه بقى. ده كله هيمسك ازاي بقى؟ ده موضوع انا دلوقتي حالا دلوقتي. نرجع للبصلايه والتومه مع بعض. ايه الاخبار؟ هي دي اهي. نقلب كده. اوعى تحطي بصله نيه ولا تومه نيه في قلب الكفته، ازعل منك. حمر البصلايه والتومه كده. مكعب زبده عشان تحمر معايا بسرعه. على فكره ممكن تعمل الكفته دي وتحطها في الديب فريزر تخزنيها، تطلعها تحمرها للاولاد وقت اللزوم. روحي اي محل حاتي بقى، اي حل محل بتاع كفته، اي محل بتاع مشويات، واطلبوا منه الكفته دي. ولا يلاف معجم ولا جوجل ولا اي حاجه خالص. خلي بالك هيلاقيها فين؟ مع المغازي. بس تابع القناه الاولى هتلاقي كل الحاجات الجديده. لا تفكري ولا تحتاري، بمقادير بسيطه وسهله هخليكي تختاري. كلام بتجيبه منين يا عم الشيف؟ مش عارف. بصلايه تومه زبده. بصلايه تومه زبده. عايز طعم الروزماري؟ هو السر في الطاسه دي. خلي بالك السر كله في الطاسه دي. شويه الزعتر دول، شويه الروزماري دول، عشان ريحه البصلايه والتومه زي الفل. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هي دي التركايه يا عم الشيف. التركايه هنا بقى. خلي دي كده على جنب ونيجي هنا للخبره الطهويه بقى. اللي الكل بيسال دلوقتي دي هتمسك في نفسها ازاي؟ وتعملها قراص ازاي؟ وهتفك منك يا مغازي. احنا على عينك يا تاجر دلوقتي حالا. البصلايه، التومه ناخدها زي ما هي كده بنحطها هنا. الله اكبر. هو انا لما اخد العربيه بتاعتي واروح على اي سوبر ماركت دلوقتي والم اللي في الثلاجه واللي على الرفوف واروح البيت اطبخ، ما عادي الحاجه بتطبخ لوحدها. يعني لو عدي ديك رومي دلوقتي ولا فخده ده، انا اقعد جنبهم كده واقرا المعوذتين واقول الله، هو الطبخ لوحده، مش محتاج الديك رومي، مش محتاج نتكلم عنه. خلي بالك. ولكن لما تكون بمقادير قليله بسيطه وسهله وتبيني لي افتكاستك وخبرتك الطهويه في المطبخ وحبك لمطبخك وتعملي حاجه جديده لاولادك، انت كده ست بيت شاطره. خلي بالك ست البيت الشاطره مش هي تروح تعمل فاتوره ب 5-6000 جنيه في الاخر الراجل هيفطر بقسماط وشاي الصبح بلبن، او بالليل شويه شوفان مع شويه حليب يا حبيبي عشان تنام عش تنام متعشي خفيف. انا عارفك لما بتتقل في العشاء بتتعب. وهكذا ادي البصلايه والتومه مع بعض. حلو الكلام. العب. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. حلو قوي. ده البيض. اللهم صل على النبي. مع البيض ده يا عم الشيف. الله الله عليك. بس خلاص ده نشا. نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. كل دول مع بعض. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. بيض نشا على البصلايه والتومه. لسه ما خلصتش. بيض نشا. هتقول لي نشا ليه؟ عشان تسمعي صوتها وهي بتتكسر تحت اسنانك تبقى كريسبي. الخليط ده بيض نشا. ثلاث بيضات للكميه اللي قدامي دي كده. على البصله والتومه اللي انا حمرتهم مع زعتر او روزماري. اخدتهم يا عم الشيف. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. هي دي الخبره الطهويه. كده الخليط على مسؤوليتي. هنقلب كل ده مع بعضه ونعملها اقراص دلوقتي مع بعض ونحمرها في قلب الزيت. الله. لا لا لا، مدرسة يا مغازي، مدرسة يا مغازي. شفت خدت الشكل ازاي؟ انت ممكن على فكرة تدخلها كلها زي ما هي كده الفرن وتبقى ايه، صينية جراتان، تحط على شوية جبنة موزاريلا وبألف هنا وشفا. وفرت على نفسك مشوار كبير في الزيت لو عايزها يعني كده. برضو جات ازاي دلوقتي مش عارف برضو، متسألينيش.
هي دي الخبره الطهويه، زي ما هي كده بتسويها وتحط عليها شويه جبنه وشويه حليب وتدخلها الفرن. وده مسمى تاني، بطاطا جراتان بالفرن مع الجبنه. احنا عايزين نعملها كفته قراص لان الاولاد متعودين على البفتيك. انا مش هعمل بفتيك دلوقتي باللحمه المفرومه، لا بفتيك بالبطاطس والبيض. زي الفل كده، خليها دي خدت البيض بتاعها وخدت كل المكونات اللي حضراتكم شفتوها. تعالوا بقى نعمل شويه قراص كفته، بس انا عايز الفكره كلها نوصل للفكر الطهوي وفي نفس الوقت الفكره جت منين. ده مهم جدا على فكره، ده اهم حاجه. انا هعمل دلوقتي قراص كده. ايه الاختراع اللي بتعمله ده يا شيف؟ بس سله، وانا عايزك برضو تخش المطبخ تسلي. ده زيت على البلانشة كده. حاضر حاضر، بقول الطاجن في الفرن. انا عارف انك انت مركز مع الهبر، طلعه لسعادتك دلوقتي. حاضر، بس اعمل قرص بس كده نتغزل فيه بدل ما احنا سايبين الكاونتر فاضي كده، وفي الاخر نطلع لك الكفتة. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. النشا والبيض هنا هو اللي بيلم الشمل. في طاس على النار شديدة الحرارة مأمن عليها وبتسخن. تعالي بقى للتفاصيل والمكون بتاع الحاجة اللي في ايدي دي كده، القرص اللي فيه ده مكوناته ايه؟ بروتين حيواني هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهيدرات للرياضيين هتلاقي، فليفر وطعم من البصلة والتومة هتلاقي، خبرة طهوية هتلاقي، حب هتلاقي. اللي مش بياكل البيض المسلوق ما تقولوش ان الكفتة دي فيها بيض مسلوق، كدبة بيضة دي. ففي كدبة بيضة يعني بتبقى لصالح الجمهور. هتحمر؟ لا مش هنحمر كل ده، احنا بنشتغل مع بعض ومحدش بيجري ورانا. معانا المخرج قال لي معاك 7 دقايق. طبعا لو يعني انا بقى قلبي خفيف وقال لي اجري بقى دلوقتي واحل الابرم بتاعي واجري، 7 دقايق مين يا عم؟ هعمل الكفته ولا هعمل العصير ولا هخلص السجق؟ هتلاقي الدنيا كركبت على راسي، هتيجي عامله تليفون لجوزك، بص يا حبيبي خد اصحابك وتغدى بره. بص انا شغال ازاي؟ بكل هدوء، الطاسه بتسخن. حمر 1 و2 و3، هي الفكرة عايز أوصلها لحضراتكم أهو. دي على فكرة ممكن تعمليها وتشيليها فين؟ في التلاجة. ينفع يا شيف؟ على مسؤوليتي. هتطلعها من التلاجة قبل التسوية بنص ساعة، حمريها في قلب الطاسة وتطلع زي الفل. مش عايزة طاسة حطيها ورصها في صينية سخنة ودخليها الفرن. زي ما عملنا قبل كده الكوردون بلو مشوي في الفرن. كان لطيف وجميل. بس احنا هنحمر قرص و2 و3 مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ده البركة فيها والله. بسم الله ما شاء الله، 2 4 6 8 داخل في العاشر وال 12. وبعدين ايه؟ يعني ده لوحده كده في كل حاجة. في كل طبق سلطة خضراء واتعشت. شوية مكرونة بالسجق زي اللي أنا عاملهم دولت واتعشت. وعشان الله حلو، اللي عنده ولاد هو اللي حاسب. وكمان اليومين دول عارف استاذ رحاب عشان اللي عنده ولاد والامتحانات مشغولين، ذاكريا واد ذاكريا بيت، ذاكريا واد ذاكريا بيت. فاعمل يوم وحطهم في التلاجه، يرجع من المدرسه بعد الامتحانات اللي حل كويس تعملوا له كفته من اللي انا عاملها دي، واللي ما حلش كويس اي شريحه توست كده عليها حته جبنه. ما حلتش وعايز تاكل كمان؟ ما ينفعش. اكمل ولا الوقت مفيش؟ احنا ممكن عادي يعني. يلا اهو خلصت. حاضر، عد بقى معاك للصبح. عد، هي في بركه كده. حلو الكلام. حاضر، هطلع الاول. حلو، عايز الاحمرار سريعا. مدرسه المغذي بتقول ايه؟ قليل من الزبده لاضافته للبطاطس او للبصله يساعد على سرعة الاحمرار. هي دي المدرسة.
كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ شفت الشقاوه؟ صلى على الحبيب في قلبك. يا ويلي يا ويلي. مايسترو مايسترو. حمرهم كلهم، خلي رزقك على الله. خبطي عجار وجبران الخاطر. على طول السماء تستجيب لجبران الخاطر. والله اسرع دعوه جبران الخاطر. يا حاجه صباح الخير، بفتح التلفزيون النهارده القناه الاولى، شفت الواد الشيف المغازي عمل كفته، شويه بطاطس يخت وبطين مسلوقين، وعمل حاجه لطيفه وجميله. وبدايه الحديث ايه؟ كفته يعني بقدونس مفروم ناعم تحت منها كده، حاجه لطيفه. مش عايزه لا ده ولا ده، هتعملي صوص طماطم تبقى مع صوص طماطم لطيفه، بس البقدونس اتغسل. عايزه تحطي مايونيز او كاتشب لاولادك مفيش مشكله، ده اختياري حسب الرغبه يعني. انا بحبها صراحه كده ناشفه من غير اي حاجه خالص للامانه يعني. نعم عيني اوريك الناحيه الثانيه. اهي يا فندم، اهي يا فندم، اهي يا فندم. مش عارف ليه حاططني في راسك. يا فندم. انا بقلبه على الناحيه الثانيه. طب ارص دول. يا فندم. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه خبره طهويه. الشطاره يا ست الكل انك باقل تكلفه ممكنه تقدري تخش المطبخ تسمي بسم الله، هتعملي كل حاجه حلوه انت نفسك فيها بعون الله وباقل تكلفه. ولكن حط في الاعتبار دايما نرضي ولادنا واطفالنا الصغير قبل الكبير. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟